مرحبا جميعا، سنتابع في هذا الفيديو التدرب على رسم الوجه، وموضوع هذا الفيديو هو حول رسم العين. استمتعوا، والآن سوف أريكم كيف يمكنكم رسم العين بسهولة. ومن أجل هذا نبدأ أولا برسم خطين من أجل تشكيل تقاطع، وهذا يسهل علينا أكثر رسم الشكل الأساسي للعين. الجزء العلوي للعين يكون أكبر بقليل من الجزء السفلي، وقوم أيضا بفعل نفس الشيء هذا الجزء هنا، وكما ترون يصبح الأمر سهلا لرسم العين. والآن نبدأون برسم دائرة في منتصف هذا الرسم، وسوف أريكم الآن بتفصيل أكثر حول الرسم. وكما ترون هنا يمكنكم إضافة ظلال وخطوط أكثر وتفاصيل بقدر ما ترغبون وتفضلون، وسوف أترك اللوحة كما هي، ويمكنكم أيضا التعمق في تفاصيل أكثر وظلال أكثر أو أقل كما ترغبون، لكن في هذا الفيديو تشاهدون تقنيات أساسية حول قدرتكم على تكوين العين، ويمكنكم تلوينها والبدء شيئا فشيئا بالتدرب حول رسم العين. أتمنى أنكم استمتعتم في رسمها، وأنا أتطلع لرؤية بعض النتائج منكم وبعض الصور. استمتعوا.